صاحبه اسمه ايه؟ دبس. بسرعه كده الناس اللي اول مره تحضر، الناس متابعاني كله كده ماشي. طب يلا الدبس، عشان بعد الدبس هناخد ايه؟ الاسترويد، صح كده؟ تمام. يبقى الدبسون هيجي خلاص، وانت بتذاكر الاذان اذن على الدبسون، يبقى الدبسون هيجي خلاص. والله ده انا عشان اعرف امشي بعد كده وبتاع. كتر خير ده، سلام. ده 100% انت من زمان. لا سيبولها بقى، لا سيبولي بقى، انا عايزه. خلاص 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 يا مرسي مرسي، يلا الدرس ده دواء غريب جدا بس لطيف جدا. الناس دلوقتي كله يعرف معايا، ده الدواء الوحيد اللي اسمه له معنى مش اكتر من حاجه. الدرس ده اختصار ايه؟ داي امين، داي امين سلفون، حتى ترتيبته موجوده اهو. تلاقي في النص الرمز الاس ده اللي هو السلفر يعني، وجنبه اثنين حاجه اسمها امينو فينايل جروب، والاون دي اللي هي عارفين الاون دي اللي هي دبل او اللي هو اكسجين يعني. فيقول لك ايه؟ داي امينو، ادي امينو يمين وامينو شمال شايفينها، داي فينايل وبعدين الفينايل دول، وبعدين سلفون اللي هو اس مع اكسجين يعني. فده الدواء الوحيد اللي هو اسمه زي ما قلنا له ايه؟ معنى. بس مش مهم الكلام ده. الدواء ده الكاينتكس بتاعته سيبها خالص، سيب ليفر كيدي بس. ايه اللي بيستخدم؟ ايه اللي بيستخدم؟ ليفر وكيدي، علم الميتابولايت الليفر واثنين والكيدي. يلا اكسبريشن في اليوريا، يلا ليه بقى صح الكلام اللي هنا؟ سقط دابسون ده انتي نيتروفيليك يا دكتور، صح كده؟ تمام. طب انتي نيتروفيليك ده معناه ايه؟ ان الامراض اللي فيها نيتروفيليك اللي هي اسمها نيتروفيليك درماتوزيس، يبقى الدابسون از ابوت ايه؟ شويه. طب مين بقى فاكر الامراض النيتروفيليك؟ الدخله دي مش حلوه. في ايبيديرمال وديرمال. باسيلاسيس ما اعرفش ايه ده ايبيديرمال، واي جي اي بيمفيجاس. والديرمال دي منها ايه؟ فاسكولايتس وداونت فاسكولايتس، صح كده؟ وبعدين الفاسكولايتس كل النيتروفيليك فاسكولايتس ليكوسايتوكلاستيك كله بقى، صح؟ وهنا شولاين ومش عارف واي جي اي وكل حاجه. ونيجي بعد كده للوداونت فاسكولايتس، في بولس ديزيزز ونان بولس ديزيزز. البولس اللي هي السب ايبيديرمال بولا ويز نيتروفيل دي اتش بولس اي اي، فاهمني؟ يعني هيكون مصرفين في السايكولوجي يا سلام، شوف دي عارفه المكان فين. يلا يا عز يلا يا عز. وبعدين في حاجات ديرمال وزاوت فاسكولايتس زي ما انت قلت بقى. بيست بقى فاسكولايتس خلاص النظام الجديد. احنا قلنا بيست في شاب الهيل. فاسكولايتس خلاص اسمها فاريبل سايز فاسكولايتس. الكلام ده في الكتاب الجديد شاب الهند؟ لا في الكتاب القديم واللي قبله كمان من اول طبعا. اصل شاب الهند 2012 ماشي يعني. انا حاططها من اول. شفت كتب كتيره قريبه بتاع ناس كاتبين على شاب الهند 2009 او 2000 اللي هي القديم 94. لا 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 شاب الهند موجوده والعيال دي عندها مش قوي. لا لا دي شاب الهند.
حزمينة خدتها دي صح؟ هي من الطبعة الأولى موجود، بس هو الطبعة الثالثة برضو هيبقى موجود يعني. الخلاصة إيه؟ شان الهند بقى خلاص التقسيمة المعتمدة يعني، وهم خدوها لأهلي وعارفينها كويس جدا، بس هم يعني عاد مرهقين شوية يعني. لكن هم عارفين. ماشي يا مينا، ماشي يا مينا، ماشي. لما بس يمشوا بس، لما يمشوا. دول بقى يمشوا معاك. الخلاصة إيه؟ الخلاصة إيه؟ خلاص هو بقى فاسكولايتس. لكن مين بقى زي بايوديرما جانجرينوزا زي سويت؟ إيه المفاجأة؟ كل دول دابسون إز فيرست لاين. فأنت وأنت مرتاح كده نفسياً تروح كاتب الكلام ده كله كده، يبقى ده الإنديكيشن. وميكانيزم اوف اكشن انتي نيتروفيل وينهبت نيتروفيل كيموتاكسيس وكده. دكتور حضرتك لسه قايل البايوديرما جانجرينوزم ستيرويد فيرست لاين، سايكل ستيرويد لا ستيرويد فيرست لاين حضرتك قلت. ايوه ماشي لو مزاوي فشل، بس هو موجود. اصل هو نفس الويك على فكره، ما حدش يعني مصيب ليه كده مع حد مصيب جدا، ما فيش جي 6 جديد ده بس مشاكله قليله. لو ما فيش جي 6 جديد، لو ما فيش ما هو طبعا هو خليها على الله، خليها على الله، خليها على الله. ادوني فرصه كده، ادينا فرصه، ادينا فرصه. كنا بنقول ايه؟ انت بتقول الكلام ده وتبقى الحمد لله شاطر اهو، بس تنسى حاجه ان هو اصلا انتي مايكروبيال اصلا، واصلا اصلا معمول عشان الليبروسي، واصلا اصلا ادي ابروك بتاني الليبروسي. احنا خدناه في الليبروسي الجوسي والمالتي، بندي مع مين؟ مع الفامبسين ومع الفلوفازيمين. طبعا في ده انه في الاساس انتي مايكروبيان ضد المايكوباكتيريوم ليبري، فيستخدم في علاج الليبروسي ده دواء لا غنى عنه. تاني حاجه بقى اللي كل الناس عارفاها، انتي لما تيجي تكتب تحت الانديكيشن شوف هو اف دي اي ابروفد مين في الليبروسي كايه؟ كانتي مايكروبيان. واف دي ابروفد في البي اتش، الدواء الوحيد اللي بدي اللي بتدبسه فيه سنجل تريتمنت مع الدايت هو الدي بي اتش، ولا بيقلل السيمتوم او الكلام ده كله. بعد كده لقوا ان كل النيتروفيل الدرماتوزس اللي في دماغك ابيديرمال وديرمال وباسكولايتس وغلص ونمبرلس وكل هذا اي الحزن كل ده جرايته كام؟ جرايته كام؟ هو الدبسو في السور اسمه دبسو 50 50 50 واحنا بنبدا ب 50 ممكن نوصل ل 200. بس يقول لك خد بالك تبدا جرادوال، تبدا ايه؟ يعني اديله 50 كده كام يوم وبعدين اعلهم ل 100. ليه 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 ليه؟ عشان الهيموليسيس. عشان ايه؟ الهيموليسيس. بس برضو اوعى تنسى للمره المليون ان هو له جرعه تاني خالص في مين؟ في الليبروس. مين فاكر جرعته في الليبروس؟ 100 كل شهر و50 كل يوم. كل يوم شفت فاكرين الكلام ده؟ ولا ايه؟ كنا بنقول ريفامبسين 600 وياخد الدبس يوميا كام؟ 100 صح كده؟ 100 يوميا سواء كان بوسي او ايه؟ او مالتي اللي هي بوسي باسيلر ومالتي. كنا بنزود بقى الكلوفازيلين اللي هو تمام، يبقى هو يوميا 100 على طول صح كده؟ تمام. عشان كده سيمسون دايما يفكرك اهو بالليبروسي، لان يا جماعه في حاجه غلط جدا خد بالك منها. انت دايما حافظ كلمه ايه؟ انتي نيتروفيل، وعمال تقول بايوديرما وما اعرفش ايه، وبتنسى تماما حكايه ايه؟ تطلع بره تقول في، عارف انت الحركه دي وانت بتراجع كده كل سؤال بخط على دماغك، تروح تلاقي دماغك يعرف كم سؤال في ايه؟ 7 اسئله استمرت غالبين يعني يا ما خدتش بالي انا بقى خلاص. طيب نيجي للسايد افكت. البتاع ده مشهور جدا، بيعمل هيموليسيس وهيموليتيك انيميا زي مين صاحبه؟ إيه؟ انت ملاريا. على فكره في ادويه ورا بعض كده دايما عاملهم انا عند يعني الادسايبرين والمايكوفينيليت شبه بعض صح؟ الدبسول والانتي ملاريا شبه بعض في حته الهيموليسيس وفي حته الجي 6 بي دي برضه ماشي؟ بس الدبسول يفرق عنهم في حاجه بصراحه، يعني الدبسول ممكن يعمل هيموليسيس ايفن وذو فيها بس هو بيأثر على ايه؟ لو بيأثر على الانش ار بي سي، يعني الار بي سي اللي هي ايه كده، ايه الار بي سي؟ يعني تاثيره مش قوي قوي الا لو كان في ايه؟
ليش جديد؟ دي أول حاجة. الحاجة الثانية بقى الفظيعة يا مريم يا مريم يا مريم. الحاجة الفظيعة الثانية إيه بقى؟ يقول لك هو ممكن نعمل حاجة اسمها ميث هيموجلوبين. ميث هيموجلوبين عارفها دي برضه؟ ميث هيموجلوبين دي على مستوى عالي جدا. أنتوا مشيتوا من هنا وجينا لنا المستوى ده. العالي فعليا يعني عالي في المستوى يعني عالي فعليا مستوى عالي. كله ركز معايا. فوق ال 190. انت بتتشال يعني يعني حاجه اسمها ميث هيموجلوبينيميا. يعني ايه ميث هيموجلوبينيميا دي لو حد فاكر؟ يعني ريدوسد اوكسجين. فاهم فاهم. بيحصل اوكسيديشن للهيموجلوبين يتحول لحاجه اسمها ميث ايه؟ المشكله ان الميث هيموجلوبين ده لا يستطيع حمل ايه؟ الاكسجين. فممكن يدخلك في ايه؟ هايبوكسيا. بس في قاعده بتقول لك ايه؟ لازم كميته تكون كبيره قوي عشان يعمل مانيفستيشن. دي اول حاجه. والحاجه الثانيه لو انت عندك اندرلاين كارديوبالمونري ديفكت ساعتها يبان. يعني فاهمين؟ يعني مش كل اللي بياخد دابسون هيدي له كرش نفس وديسنيا والكلام ده كله. قول له امتى؟ لو كان كميه الميثيموجلوبينيميا عاليه قوي صح؟ ودي بتتقاس. او لو هو من الاول عنده كارديو بالمونري ديزيز يعني عنده سي او بي دي عنده اسكيميك هارت مش عارف ايه فكده كده عنده ايه مفهوم الكلام ده كله. لو كمان ممكن يعمل او هتنسى الاثنين دول بصراحه ها هيموليسيس الجي 6 بي دي وميت هيموجلوبين دي اهم حاجتين. بعد كده هو بيعمل ليكوبينيا كمان عنده هايبر سنسيتيفيتي سندروم زي مين؟ بيعمل ايه كمان؟ بريفرال نيروباثي زي مين؟ شطار. بس طبعا دي حاجات ريفرسبل وغلبانه كده. طيب خلاص. طب انا اعمل له اختبارات ايه؟ سيمسون عارف الدابسون ده نعمل سي بي سي وجي 6 سي بي دي ده لحد ايه؟ القلب. هناك في القلب ملاير كنا بنعمل برضه سي بي سي وجي 6 سي بي دي والعين. يبقى الله يرضى عليك وانت بتذاكر وبتجمع كده تقول لهم ايه؟ الانتي ملاريا وراها الدابسون ايه؟ على طول. بص بقى في مشكله كبيره جدا في الدابسون ده عايز اقول لك عليها في الدراج انتر اكشن بتاعه. ممكن الناس تركز معايا. ايه بقى؟ الدابسون ده علميا تبع السلفر دراجز بره صح؟ عشان في كلمه سلفور. وكان عشان كده اصلا هو بيعمل هيموليسيس في الجي 6 بي دي لان الادويه اللي مكتوبه في الفاتاز هي السلفر دراجز طيب نسوليوم وسلفر وما اعرفش نفس الكلام. فدي معلومه ناخد بالنا منها انه من الناحيه الدوائيه تبع ايه؟ السلفر دراجز. طب وطالما سلفر بقى يبقى يدخل في كل الانتراكشن مع الديتوكسيت والحاجات اللي بتعمل يا سلام مع كل الانتراكشن بتاعت السلفر. شوف شوف لهم على الرواد اللي انت بتجيبها دي مهمه جدا تجيب منها قبل المذاكره وتذاكر بقى على طول ماشي بس تلحق نفسك. عشان كده هو زي ما قال كده كل الانتراكشن بتاعت السلفر مع الديتوكسيت مع الفوليك اسيد مع الكلام ده كله ماشي. طيب حد فاهم حاجه؟ عندكم فرنسا انتوا الكلام ده؟